كلما ذكرت الأرقام نطق الهلال. إليكم هذه المعلومة. الروماني رازفان لوشيسكو يكسر رقم الداهية البلجيكي إريك جيريتس الذي ظل صامدا لعقد من الزمان حين سجل عراب البطولة الآسيوية 11 انتصارا متتاليا على أرضه. كيف لا وهو الذي سيطر على المستطيل الأخضر طولا وعرضا. وهاكم بعض المانشيتات باللونين الأزرق والأبيض. الهلال متصدر سلم الترتيب بفارق 9 نقاط، الفريق الأكثر تحقيقا للفوز ب17 انتصارا، الفريق الأقل خسارة في مناسبة وحيدة، الأقوى هجوما ب58 هدفا، ثاني أقوى الدفاعات باستقباله 21 هدفا، زعيم السيطرة والاستحواذ بنسبة 63.5%، ملك التمريرات ب13,293 تمريرة، منها 889 تمريرة طولية. أرقام كبيرة دوما يعجزها الهلال، ولا زال في جعبة بطل آسيا الكثير مع تبقي 6 جولات من دور كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.